النهاردة هنكمل سلسلة توافق الأبراج، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن برج الحمل، النهاردة برج الثور الترابي، وهنقول ايه الأبراج اللي تتوافق مع برج الثور وايه الأبراج اللي ما ينفعش خالص والعلاقة هتفشل جدا. طيب قبل ما نتكلم يا ريت ندخل نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس. اول حاجه هقولها لكم بسرعه، برج الثور برج تقيل جدا، برج عنيد جدا، برج متقلب المزاج جدا جدا، برج بيقول للعند قوم وانا هقعد مكانك، ملك العند والعصبيه، طبيعته كده، عنده كاريزما في نفسه، عنده انا عاليه جدا، عنده طموح جامد جدا، فلازم الابراج اللي تتوافق معاه تمشي مع طبيعه شخصيته. طيب تعالوا نشوف اول حاجه برج الحمل. برج الحمل مع الثور، عايزين اولا الثور ترابي والحمل ناري، فايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الثور هيطفي بريق الحمل. الحمل بيحب يبقى دايما بريقه باين كده ونجمه لامع زي ما بيقولوا، وشخصيته ظاهره بعكس. يعني احنا مثلا كنا بنتكلم عن ابراج الهوائيه الدلو او الجوزاء، مع الحمل بيشعللوا الحمل، بيخلوا حيويه الحمل بتعلى وتزيد، وبيخلوه عايش حاله حلوه جدا هو بيحبها، لان ده هوا وتراب، هوا ونار بيشعللها، لكن التراب مع النار بتفيد. فهتلاقوا ان برج الثور مع الحمل بيطفيه، بيحس ان الحياه راكده كده وكئيبه وممله، رتمها بطيء قوي. الحمل برج رتمه سريع وبيحب الحاجه بسرعه، بيحب يجري وبيحب يتنطط وبيحب ينطلق. الثور على الهادي بالراحه، مفيش ورانا حاجه، فالاتنين مع بعض بتكون العلاقه صعبه جدا. ثور مع ثور العلاقه بتمشي وبنبقى ايه، احنا فاهمين بعض، بس ساعه الخناق الاتنين بينتحروا في بعض، ساعه الزعل والخناق ممكن يبوظوا العلاقه، لان هما فاهمين بعض كويس جدا، عارفين هو كل واحد عيوب التاني، وكل واحد عارف شخصيه التاني، لكن ساعه العصبيه هما اوريدي ما بيبقوش في كنترول على عصبيتهم، فبيبوظوا الدنيا. فخلي بالكم اللي مرتبط ببرج الثور او اسم برج الثور او راجل برج الثور، وهم زي بعض الاثنين، ياخدوا بالهم جدا انه ساعه الخصام او ساعه الخلاف ممكن تنطحوا بعض انتوا الاثنين. بعد كده الثور مع جوزاء، ثور مع جوزاء، يعني هي ثور مع جوزاء علاقه صعبه جدا جدا. يعني بصوا، تراب وهواء الاثنين هيعملوا ايه في بعض؟ الهواء هيطير التراب. الثور بيحب خفه دم الجوزاء وروحها الحلوه، وبيحب يعني لو راجل الثور بيحب جدا انثى الجوزاء، بتبقى ملفته بالنسبه له جدا، وبتبقى زي البونبونايه كده بالنسبه له، بتخرجه من حاله الركود اللي هو فيها، لكن هي بتمل بسرعه، بتمل من تقله، من العقل زياده، لان ده برج ترابي، الابراج الترابيه هتلاقوها عقل قوي وراكز قوي. الجوزاء مش كده، الجوزاء عايز كل يوم كده يبقى في انطلاق وفي حيويه وفي مود جديد. فالعلاقه بين الثور وبين الجوزاء بتكون صعبه شويه، صعبه كمان كتير قوي كده. بعد كده الثور والسرطان، الثور والسرطان، الثور والسرطان، هو عامه برج الثور يمشي مع الابراج المائيه قوي، يعني الميه مع التراب ممكن تطلع زرع حلوه جدا يعني. فالابراج المائيه مع الابراج الترابيه بتمشي، وبيبقى في توافق بينهم بنسبه عاليه، اعلى بكتير من الابراج الهوائيه ومن الناريه، لان الموضوع في الابراج الهوائيه والناريه زي ما قلت لكم بيكون صعب قوي قوي على الابراج الناريه والابراج الهوائيه. طيب بعد كده ثور مع اسد، ثور مع اسد نفس المشكله برضو مع ثور وحمل، هي نفس المشكله، هتلاقوا ان برضو نفس الحكايه، ان الاسد بيبقى انا الملك، والثور عنده طبعا يعني العظمه، وانا عنده عاليه جدا، فالاثنين مع بعض، انا همشي كلامي، لا انا همشي كلامي، لا كلامي انا اللي يمشي، فتلاقي هما الاثنين العلاقه بتبوظ من قبل ما تبدا، لان كل واحد فيهم له كاريزما وله شخصيه وعايز يفرض شخصيته، فطبعا العلاقه بتكون صعبه جدا بين الاسد والثور. بعد كده برج العذراء،
العذراء مع الطور، العذراء من الابراج اللي بتعرف تستوعب اللي قدامها وهي صبوره جدا. العذراء ممكن يستحمل الطور ترابي، مع ان هما الاثنين ابراج ترابيه بيمشوا مع بعض وبيعرفوا يحتووا بعض، رتمهم واحد، يعني تحس ان هو رتم الطور زي رتم العذراء. الاثنين ابراج هاديه وعاقله وعندها طموح لبكره، بتحب تفكر، تخطط لمشاريع، تخطط لمستقبل، بتعمل بيزنس كويس جدا، شاطرين. بس الاثنين هيقتلوا بعض بالانتقاد، لان الثور والعذراء الاثنين انتقاديين جدا، انتقاديين جدا. فطبعا ممكن العذراء كمان اكتر انتقادي من الثور. الثور لما بيعجبوش حاجه بيقول لك انا مش عاجباني، لكن العذراء دايما بينتقد. فالثور مع العذراء هيبقوا كويسين الا في حته الانتقاد دي، بتبقى يعني صعبه شويه. طيب العذراء بعد كده الميزان. الميزان مع الطور يمشي، يعني الميزان مع الطور هو برضه هتكون علاقة صعبة بس أرحم من الجوزاء والدلو. يعني انتوا عارفين الأبراج الهوائية، الدلو والجوزاء والميزان، أقل حد فيهم متوازن شوية في الهوائية الميزان، بتمشي برضه بينجذب الطور للابراج الهوائيه قوي، لان هي بتحركه، بتحرك التراب. يعني عارفين انتوا الهواء بيعمل ايه في التراب، بيطيره، فهو بيبقى حاسس بالاحساس ده، مبسوط من بس برضه بيرجع بسرعه. لو هي انثى ميزان بتتعب جدا مع احتواء الرجل الطول. الرجل الطول صعب جدا، صعب في ان هو له عايز معامله خاصه، عايز معامله خاصه جدا، عايز حد يعرف يحتويه، هو رومانسي جدا 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 وطيب وحنين قوي، بس عنده رولز كده لازم اللي قدامه يبقى عارفها كويس قوي ويمشي عليها، هتبقى علاقة ناجحة جدا. الميزان بعد كده عندنا برج ميزان العقرب، بعد كده ندخل على برج العقرب والثور والعقرب، برضه برج مائي، فهيمشي معاه، هيمشي معاه وهيبقى كويس. زي ما قلت لكم الميه والتراب بيطلعوا زرع، فبيبقى كويس جدا وبيحتووا بعض، وبيعرفوا ان الابراج المائيه بطبعها بتعرف تستوعب الابراج التانيه. عموما انا بتكلم في العموم، الابراج المائيه بتعرف تستوعب، خاصه مثلا احنا قلنا ان السرطان مش هيمشي مع الثور، لان السرطان حساس قوي ورومانسي جدا جدا. العقرب عنده استيعاب قوي 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 للناس اللي حواليه، العقرب غير السرطان. العقرب عنده الحس السادسة، عنده قوة الشخصية، عنده الصبر كبير جدا جدا، اللي يعرف يستوعب عين اللي قدامه، فبيقدر يستوعب جنون الدور، وبيقدر يستوعب عصبيته، وبيقدر يتفهم طريقة حياته. بعد كده عندنا برج القوس. برج القوس طبعا برج ناري مع الطور، بيبقى نفس مشكلة الأبراج البارية التانية، الأسد والحمل أقلهم. القوس مشكلته مع الطور العصبية الفظيعة، لأن القوس برج عصبي جدا، عصبي عصبي، ما بيشوفش قدامه، انتقادي جدا، والدكتور ما بيحبش حد ينتقده، ما بيحبش حد يعلق عليه، ما بيحبش حد يديله اي كومنت. فهتبقى نفس المشكله برضو في الابراج الناريه، ان هو هيلاقي نفسه كده في حتت مش عارفين، العلاقه مش هتكتمل. بعد كده برج الجدي. برج الجدي مع الدور، برج الجدي برج عاقل عقلاني، برج ترابي، بيعرف يتفهم طبيعه الدور. مشكلته ان برج الجدي عنده برضو الانتقاد بتاعه، او الهزار بتاعه دايما بيكون في انتقاد، دايما هزاره سخريه. فطبعا التور ما يحبش حد يسخر منه، فممكن يقفش على الموضوع ده. التور ممكن يقفش على اي حاجه مش عاجباه، يعني انت هزرت هزار معاه مش عاجبه، لو برج الجدي مثلا هزرت معاه هزار وحس ان الهزار ده يعني بيقلل منه او بيهينه، لا خلاص ممكن يسيب لك القعده ويقوم، مش عايز يقعد معاك، مش عايز يتكلم معاك. هو كده، انا ما بحبش حد يقلل مني، ما بحبش حد يجي يعني، ما بحبش حد يهزر معايا هزار مش عاجبني، عاملني بالتقل اللي انا بعاملك بيه، عاملني بالطريقه اللي انا بعاملك بيها، انا بعاملك باحترام وبادب وبشياكه، عاملني كده. الجدي دمه خفيف وهزار وضحك ونكت
وطول ما هو قاعد تلاقوه بيسخر من ده، بيتريق على ده، بيهزر مع ده، فالثور ما بيحبش الحته دي. بعد كده برج الدلو، الدلو مع الثور زي ما قلت لكم طبعا في الاول، الابراج الهوائيه مع الترابيه، يعني هي بتكون جذابه جدا للابراج الترابيه، يعني الابراج الهوائيه الدلو بالذات بيكون جذاب جدا للابراج الترابيه، لان الدلو شقي، يعني الدلو دمه خفيف وشقي، ولو انثى الدلو مع الراجل برج ترابي بينجذب جدا ليها وشخصيتها، لان هي جواها شخصيه طفله، فهو بيحب الطفوله بتاعتها وبيحب الانطلاق وبيحب، ودايما بيبقى شايفها ان هي سعاد حسني كده، يعني اللي هي السندريلا الشقيه اللي بتضحك اللي بتهزر اللي بتتنطط. لكن برضو بتحصل نفس المشكله مع الابراج التانيه، ان هم بعد فتره بيحصل بينهم مشاكل بسبب الدلو طاير على طول، والثور عايز العقل وعايز هدوء وعايز الرومانسية. وطبعا الأبراج الهوائية مش كده خالص، يعني هي أبراج هوائية. بعد كده برج الحوت، برج الحوت، الحوت مع الثور برضو بيكون في استيعاب بينهم كويس جدا، لأن الأبراج المائية عموما زي ما قلت لكم بتطلع زرق، ميه مع تراب بتطلع زرق، فالأبراج المائية مع مع الحوت بتنفع جدا. بس مع الحوت برضو الحوت حساس قوي، ما بيستحملش قسوة الثور، يعني الحتة دي بالذات لو انت مرتبطة براجل الثور او انت مرتبط بانثى الحوت، خلي بالك ان هي حساسة قوي وما بتستحملش الشدة بتاعتك، ما بتستحملش الجمود في المشاعر شوية، ما بتستحملش العصبية الفظيعة. الثور كمان مش من الابراج اللي بتتصالح بسرعة، وممكن ما تعرفش هو زعلان ليه اصلا، يعني هو ممكن يكون زعلان وانت مش عارف هو زعلان ليه، ولازم انت بقى تفهم هو ليه زعلان وتيجي تقول له انت زعلان ليه. فالحوت ما بيحبش كده، الحوت لما بيتضايق بيختفي، بياخد بعضه ويقفل على نفسه وخلاص، فهو عايز اللي يصالحه وعايز اللي يداديه، فبتبقى بينهم الحته دي بس اكتر من الابراج التانيه. يا رب اكون قلت لكم على التوافق بين الابراج، توافق برج الثور مع بقية الأبراج، ولو حد عنده حد برج الثور وهو من الأبراج المائية أو النارية أو الهوائية يقول لنا الأخبار والكلام صح ولا غلط. تحياتي ليكم وتحياتي للرجل برج الثور وتحياتي